أيها الإخوة الحضور، نشكر الله سبحانه عز وجل على توفيقه إيانا في هذا اليوم المبارك لعقد هذه المسابقة الخطابية التي كانت محتوية على الأسرتين، الأولى منهما كانت مسماة وكانت منتمية إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأما الثانية فكانت تنتمي إلى سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. فالمساهمون في هاتين الأسرتين قد قدموا ما كانوا حفظوه ووعوه من الخطب، فهذه الخطب كيف كانت وكيف وجد ضيوفنا المبجلون العباقرة والجهابذة في اللغة العربية؟ نحن نستمع منهم إن شاء الله. فبهذه المناسبة نشكر أصحاب ضيوفنا المبجلين حيث قبلوا دعوتنا المتواضعة حينما وجهت إليهم، فاليوم قد حضروا فينا وإنهم قد تحملوا مشاق السفر ومع أعذارهم المتواصلة إنهم قد حضروا فينا اليوم، وإنهم قد استمعوا إلى هؤلاء المساهمين، وكذلك إنهم قد قاموا بأداء واجب الحكم بكل من اليقظة والرغبة والنشاط التام. أيها الإخوة الحضور، بهذه المناسبة مهما تعقد في أي مدرسة من المدارس بمثل هذه المسابقات الخطابية باللغة العربية، فالناس يذكرون في مثل هذه المناسبات أهمية اللغة العربية، ولماذا لا؟ لأن هذه الخطب إنها تلقى بهذه اللغة العربية، فعندئذ يجب علينا أن نطلع على أهميتها وضرورتها في هذا الزمان. وهناك سؤال يطرح كثيراً من بعض الإخوان: ماذا نفعل بتعلم هذه اللغة العربية في بلادنا ونحن نسكن ونحن نقضي أيامنا وليالينا في بلادنا العجم؟ فماذا نفعل وماذا نصنع ببذل الجهود المكثفة وراء تعلم هذه اللغة العربية؟ إذا تعلمنا هذه اللغة العربية فأين المواقع؟ فأين المجالات لنا في حياتنا الخارجية؟ فماذا نفعل؟ أيها الإخوة الحضور، من المعلوم أن هذا السؤال ليس مهماً، لأننا لا نتعلم هذه اللغة إلا لكونها لغة الله سبحانه عز وجل. ومن المعلوم أن لهذه اللغة اعتبارين: اعتبار ديني واعتبار دنيوي، ونحن أهل المدارس الشرعية الدينية لا نتحصل عليها إلا نظراً إلى اعتبارها الديني. فنحن نعلم بأنها لغة الله سبحانه عز وجل، كما قد ورد في الحديث: أحبوا العرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا العرب لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة عربي. فالله سبحانه عز وجل عندما يخاطب المسلمين في الجنة فلا يخاطبهم إلا بهذه اللغة، فلغة الله سبحانه عز وجل عربية، وكلام الله سبحانه عز وجل الذي قد نزل على نبيه محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم. فلم ينتخب الله سبحانه عز وجل لإنزال كلامه لغة إلا لغة عربية، وهي لغة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لغة تراثنا الإسلامي. فطالب العلم عندما يتوجه إلى مدرسة عربية شرعية
فعندما يريد إتقان وعندما يريد الرسوخ في العلوم الشرعية فعندئذ لا يمكنه هذا بدون الرسوخ بدون إتقان اللغة العربية. ففي هذه المناسبة إنني أتذكر ما قد كتبه سماحة ضيفنا المبجل فضيلة الشيخ محمد إقبال الندوي المدني حفظه الله ورعاه في كتابه القيم باسم مجموعة أدبية عربية. لا بد لكم أن تعلموا بأن هذا الكتاب كتاب قيم جدا جدا لضيفنا المبجل سماحة الشيخ محمد إقبال الندوي حفظه الله ورعاه. إن سماحته قد جمع في كتابه هذا كل ما كتبه في 4 عقود تقريبا، كل ما كتبه إلى الضيوف العرب، كل ما كتبه إلى السفارات العربية القائمة في بلادنا الهند، وكلما قدمه في الحفلات العربية المنعقدة في المدارس المنتشرة في ربوعنا الغجراتية بصفة خاصة وفي ربوعنا الهندية بصفة عامة، وكذلك في هذا الكتاب نماذج عالية قيمة جذابة رشيقة لإدارة الحفلات العربية. إذا أراد أحد منكم في مستقبلكم أن يقتبس وأن يطلع على نماذج لإدارة الحفلات العربية فيجب عليه أن يراجع هذا الكتاب القيم، فحقيقة كل ما في هذا الكتاب هو عصارة جهود ضيفنا المبجل. وأنا أقول بكل من الصراحة بأن هذا الكتاب كتاب قيم، ينتفع بهذا الكتاب كل من يكون مسؤولاً عن النادي الأدبي العربي، سواء كان طالباً أو سواء كان معلماً وأستاذاً، فهو يستفيد وينتفع من هذا الكتاب القيم. فكنت أقول بأن الناس يطرح سؤالاً ماذا نفعل بتعلم اللغة العربية، فهذه اللغة لغة تراثنا الإسلامي ولغة كنوزنا الإسلامية. فأولاً إذا أردنا أن نرسخ في العلوم الشرعية عندئذ لابد لنا أن نراجع إلى مصادرنا الأصيلة، ومن المعلوم أن مصادرنا الأصيلة هي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والمكرمة وهما باللغة العربية. فإذا أردنا أن نراجع إلى مصادرنا الأصيلة فلا يمكننا إلا بعد إتقان اللغة العربية. وكذلك عن أهمية هذه اللغة العربية أيها الإخوان، أنا أقول لكم في هذا الوقت بهذه المناسبة بأن في بعض الأحيان قد ترد إلى بلادنا جماعات والدعوة والتبليغ من البلاد العربية، ففي بعض الأحيان لا يوجد عندهم ترجمان أو ترجمان أردوي أو هندي، فعندئذ هم يحتاجون إلى ترجمان يترجم كلامهم إلى اللغة المحلية. فعندئذ إن بعض عامة الناس الذين قد وردت فيهم هذه الجماعة العربية فهم يبحثون عن علماء ويلتمسون من علماء بأن يأتوا إلى المسجد ويترجموا كلامهم، ولكن أنا أقول مع أسف شديد ونحن متأسفون كثيرا، ولا أريد ولا أرى من المناسب أن أذكر هذا الكلام، ولكننا نتحير نضطر إلى نقل هذا الكلام بأن بعض من علمائنا الذين هم قد قضوا 9 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة في المدارس العربية وهم لم يدرسوا ولم يقرأوا إلا عربيا في هذه المدارس العربية،
ولم يدرسوا كتابا نحويا إلا بالعربي، ولا صرفيا إلا بالعربي، ولا التفسير إلا بالعربي، ولا الحديث إلا بالعربي، ولا الفقه إلا بالعربي. وفي أول يوم عندما يلتحق طالب من طلابنا في الصف الأول للعربية فهو يفتح كتاباً نحوياً، ففي أول يوم عندما الأستاذ يلقي أمامه موضوع هذا الكتاب وغرض هذا الكتاب وغاية قراءة هذا الكتاب، فطالب العلم يقرأ: نحن ندرس هذا الكتاب النحوي لكي نصون كلامنا عن الخطأ لفظاً ومعناً، أي عندما نكتب فلا نخطئ، عندما ننطق فلا نخطئ. وإذا يبلغ ويدخل في الصف الثاني فهو يقرأ نحو مير أو معلم النحو وكذلك هداية النحو والكافية، فيقرأ جميع الكتب النحوية، وفي كل سنة إنه يقرأ هذه الغاية وهذا الغرض. ولكن مع الأسف الشديد إنما طالب العلم عندما يتخرج من تلك المدرسة ولا يستطيع على أن يأتي بجملة واحدة صحيحة عربية، لا كتابة ولا نطقا، فأين الغرض؟ فأين الغاية؟ أين حصلت لك الغاية؟ فيا أيها الإخوان، فلا شك أن لهذه اللغة، لغة العربية، أهمية قصوى وإفادية بالغة. ونحن نفهم بكل من اليسر عن إفاديته في هذه الأيام عندما هجمت إسرائيل على فلسطين وعلى غزة. ما هي الأخبار وما هي الظروف التي تجري في غزة؟ فمن المعلوم أن المذياع في البلاد العربية وفي غزة وفي فلسطين بصفة خاصة إنهم ينشرون الأخبار باللغة العربية، وهذه الأخبار هي صحيحة. ولكن في بلادنا العجمية إنما الناس لا يطلعون ولا يفهمون هذه اللغة العربية، لذلك المذياع في بلاد العجم إنهم يشوهون هذه الأخبار، وإنهم لا يطلعون الناس ولا يخبرونهم عما يجري في بلاد غزة وفي بلاد فلسطين حقا. فبهذا الطريق أيضا نحن نستطيع أن نفهم أهمية هذه اللغة العربية.